السلام عليكم طلاب. I am Dr. إنصاف إبراهيم حسين الشمري, Assistant Prof, PhD Pharmacology. أنا الدكتورة إنصاف إبراهيم الشمري, أستاذ مساعد دكتوراه أدوية. Our subject today, Principles of Antimicrobials Therapy. هاي أول محاضرة في موضوع الأنتي مايكروبيال دراكس اللي إن شاء الله نكمل أو نشرح هواية عنها بالمحاضرات القادمة. First of all, we must know what are microbes or microorganisms. Microbes or microorganisms involve bacteria, fungus, viruses, parasites, and others. So when we say antimicrobial drugs or antimicrobial agents or antibiotics, these are general terms involve antibacterial drugs, antifungal drugs, antiviral drugs, antihelminthic drugs, antiprotozoal and others. بمعنى لما نقول antimicrobial drugs or antibiotics هذا مصطلح عام يشمل antibacterial drugs الأدوية المضادة للبكتيريا, antifungal drugs الأدوية المضادة للفطريات, antiviral drugs الأدوية المضادة للفيروسات, antihelminthic drugs الأدوية المضادة للديدان and others. Also we must define what is antimicrobial drug or antibiotic. Antimicrobial drugs or antibiotics are the substances produced by various species of microorganisms as bacteria, fungus, viruses, parasites and others that suppress the growth or kill of other microorganisms. And these antibiotics differ in physical, chemical, pharmacological properties, mechanism of action, and antimicrobial spectra. بمعنى ما هو الانتيميكروبيال دراكس أو انتيبيوتيك؟ هو عبارة عن مواد تنتجها أنواع معينة من الميكروأورجانيزم واللي تقتل أو تثبط نمو أنواع أخرى من البكتيريا. يعني أنواع من البكتيريا تنتج هاي المواد تؤثر على أنواع أخرى من الميكروأورجانيزم مو على نفس النوع. تختلف هذه الأنتيبيوتيك أو الأنتيميكروبيال دراكس من ناحية الصفات الفيزيائية والكيميائية والتأثير الدوائي وأيضا الميكانيزم أوف أكشن ميكانيكية عملها إضافة إلى الأنتيميكروبيال سبكترا. هنا عندنا مصطلح الأنتيميكروبيال سبكترا. ما معنى هذا المصطلح؟ أنتيميكروبيال سبكترا معناه هو قابلية أو مقدرة المضاد الحيوي للعمل ضد أنواع من الميكروأورجانيزم. قابلية أو مقدرة المضاد الحيوي للعمل ضد أنواع من الميكروأورجانيزم. For example, ننطي مثال. مثلاً عندنا antibiotic or antimicrobial drug هذا يعمل ضد أنواع معينة من بكتيريا جرام بوزيتيف كوكاي. هذا النوع نسميه narrow spectrum antibiotic, مضاد حيوي ضيق الطيف, أي أنه مضاد حيوي يعمل ضد أنواع معينة محدودة من البكتيريا. مثال آخر عندنا مثلاً مضاد حيوي يعمل ضد بكتيريا جرام بوزيتيف كوكاي وباسيلاي وأيضاً يعمل ضد بكتيريا جرام نيجاتيف كوكاي وباسيلاي أو حتى يعمل وأيضاً يعمل مع يعمل ضد وأيضاً يعمل ضد بروتوزوا
مثل هذا المضاد الحيوي اللي يعمل ضد بكتيريا جرام بوزيتيف وبكتيريا جرام نيجاتيف وحتى البروتوزوا، اسميه برود سبيكترم انتي مايكروبيال دراج، برود سبيكترم انتي مايكروبيال دراج، اي انه مضاد حيوي واسع الطيف يعمل ضد انواع متعدده من الجراثيم. فهنا مصطلحين، نورو سبيكترم وبرود سبيكترم انتي بايوتيك. البرود سبيكترم انتي بايوتيك جدا مفيد كلينيكالي، وهسه تشوفون ان شاء الله احنا من نجي نحكي في المحاضرات القادمه ناخذ يعني نقول هذا نورو سبيكترم، هذا برود سبيكترم انتي بايوتيك، فنتعرض او نتكلم عن هذه المصطلحين. وقلنا البرود سبيكترم انتي بايوتيك هو جدا مفيد كلينيكالي. Here in this figure we show medically important microorganism. وان شاء الله بالمايكروبيولوجي ايضا تاخذون اكثر عن الميكروبس او المايكروorganism. In general عندنا البكتيريا اللي تتقسم الى بكتيريا جرام بوزيتيف تشمل كوكاي وباسيلاي، وايضا بكتيريا جرام نيجاتيف تشمل كوكاي وباسيلاي او رودز، وايضا عندنا ان ايروبيك اورجانيزم سبايروكيت مايكوبلازما كلاميديا اذر مثل الفانجس الفيروس اورجانيزم. Selection of antimicrobial agents. Selection of antimicrobial drug require knowledge of the following. To select antimicrobial drug should knowledge the following. بمعنى حتى نختار الانتيمايكروبيال agent وننطيه بشكل صحيح للبيشنت يجب أن نضع في بالنا عدة أمور مهمة. أهم شيء نضع في بالنا انه الاختيار الصحيح للانتي مايكروبيال حتى نطيل البيشنت نضع في بالنا ثلاثة محاور أساسية، وهي المحور الأول المايكروبس نفسه أو المايكرو أورجانيزم نفسه، المحور الثاني البيشنت، المحور الثالث الدراكس. هسه بالبداية رح ناخذ so any factors that affect of microorganism patient and drug كل العوامل، راح ندرس كل العوامل التي تؤثر على هذه المحاور الثلاث اللي بالنتيجة النهائية نستطيع أن نختار المضاد الحيوي الصحيح. نبتدي بالعوامل المؤثرة على الميكروorganism or organism. Number one, identification of the infecting organism. بالبداية حتى نعرف نختار المضاد الحيوي يجب أن نعرف ما هو المايكرو أورجانيزم، شنو هو، بكتيريا فيروس فطريات، حتى نقدر ننطي أنتي بايوتيك. Identification of this microorganism or characterization of the organism is central to select the proper drug. هذا جدا مهم في اختيار الدراج. فنسوي rapid assessment لهذا الميكروأورجانيزم أو لهذا الباثوجين بواسطة ندز ناخذ سبيزمين من البيشنت. شنو السبيزمين؟ السبيزمين هو السامبل، it is the sample take from patient، ناخذ من البيشنت، كأن يكون blood urine pus مثلا cerebrospinal، ناخذ من cerebrospinal fluids sample، ندز لب المختبر وننتظر الريزلت، النتائج تجينا. من تروح هذه لب المختبر راح يسوي عليها جرام ستين، شلون يسوي كاركترايزيشن، وبعدين مرحله ثانيه يسوي سسبتابيلتي تيست اور سنسيتيفيتي تيست. اول مرحله يسوي جرام ستين حتى نعرف من خلال جرام ستين if the organism بكتيريا or not، هل هو بكتيريا ام لا، غير انواع من المايكرو اورجانيزم او اصلا ماكو اورجانيزم.
وأيضا يفيدنا الجرام سيم إذا كانت هي بكتيريا، هل هي جرام بوزيتيف، هل هي كوكاي، هل هي باسيلاي، وهل هي جرام نيجاتيف كوكاي أو باسيلاي. بعد ما سوى جرام سين شاف أبو المختبر بكتيريا. المرحلة الثانية يسوي كلتشر، كلتشر ذا انفكتيف اورجانيزم. فمن يسوي كلتشر يزرع على الأجار على الميديا، إن شاء الله تاخذون هذه الأشياء بالتفاصيل بالمايكروبيولوجي، هذه تفيدنا فور دايجنوزيس and to determine the susceptibility of the bacteria to antibiotics. Number two, empiric therapy prior to identification of the organism. هذا يشمل التايمينج وسيلكت اوف ذا دراج. سيلكت اوف ذا دراج. هنا شباب احنا لما نرسل نموذج لابو المختبر ويسوي جرام ستين ويسوي كلتشر وحتى سنسيتيفيتي حتى يدزلنا هنا النتيجه، هذا ياخذ تايم، وقت. التايم الوقت ممكن يكون يومين ثلاثه او اكثر. فخلال هذه الفتره احنا ما يصير نترك البيشنت بدون تريتمنت، ننتظر على ما توصل نتائج المختبر يلا تريتمنت. لا، يجب هالحاله هذا تايم، وقت، لانه بهذا التايم اذا ترك البيشنت ممكن هنا ينصاب او انه المايكرو اورجانيزم راح يفتك اكثر بالبيشنت وتصل حالته مرحله خطره. فيجب خلال هذه الفتره حتى قبل ما ندز النموذج بالمختبر، وبنفس الوقت راح ننطي نكبر على البيشنت بالامبريك ثيرابي. امبريك ثيرابي سو ات از mean that the empiric therapy prior to identification of the organism. For example, نعطي مثلا، جينا patient severe headache عنده rigid neck sensitivity to bright lights، هذه symptoms للmeningitis، التهاب أغشية الدماغ. فإذا هذا مثل هذا البيشنت require immediate treatment، يحتاج treatment immediately، ما يصير نبقى ننتظر نتائج المختبر. ناخذ نموذج ندزه للمختبر وبنفس الوقت ننطي امبريك ثيرابي. لما ننطي امبريك ثيرابي، السؤال اللي هنا يطرح نفسه او نواجه شغله مهمه هو سيلكتنج ادراج. سيلكتنج ادراج هنا يجب ان نضع في بالنا شيئين مهمه، وهي what is the select، السؤال الأول، والسؤال الثاني how to select. يعني بمعنى آخر، حتى نختار الدواء الصحيح اللي نطيب الامبريك ثيرابي هنا نحتاج شنو نختار، والسؤال الثاني كيف نختار. حتى نجاوب على هذا السؤال ماذا نختار، should be choice. هذا راح يعتمد على شيئين مهمة. طبعا هاي أشياء جدا، هذا جدا مهم. should be choice broad spectrum therapy، يجب أن نختار broad spectrum antibiotic واسع الطيف، مثل ما شرحت سابقا، قلت هذا يشتغل على أنواع متعددة من المايكرو أورجانيزم، positive negative bacilli كوكاي، حتى بروتوزوا، حتى ذا فنجل، يعني يشتغل على انواع متعدده من المايكرو اورجانيزم. فاذا جاوبت على السؤال الاول. السؤال الثاني how to select to choose the suitable drug or suitable antibiotic in the absence of susceptibility data should be نحط ببالنا site of infection مهم، و patient history. Site of infection جدا جدا مهم. أكرر، the site of infection is the most important factor that used to select antibiotic. شنو معنات site of infection؟ Site of infection معناه هو
المكان بالجسم اللي ينصاب بالمايكرو أورجانيزم، المكان اللي يكون به المايكرو أورجانيزم متواجد وهو اللي يتكاثر به، هو اللي يسبب لنا الديزيز. ولهذا عندما نختار أنتبايتك يجب أن نضع في بالنا شغلة جدا مهمة، أنه هذا الأنتبايتك أو هذا الأنتي مايكروبيال دراج يجب أن يصل إلى السايت أوف إنفكشن، لأنه ماكو فائدة ننطي أنتبايتك للبيشنت وهذا الأنتبايتك لا يستطيع أن يصل إلى السايت أوف إنفكشن. should be choice drug can reach to the site of infection. For example، مثلا خل أوضح بالأمثلة. مثلا عندنا patient عنده meningitis، يجب أن أختار drug اللي يكون هو lipid soluble، يعبر blood brain barrier ويوصل للمننجز والسيربروسبينال فلويد. يلا يبدي حتى هنا، لأن هناك موجودة البكتيريا، حتى يقدر الدراج يقضي عليها. ماكو فائدة أنطي أنتبايتك ما يستطيع أن يصل للمنجز، ما يعطينا أي فعل دوائي، لأن البكتيريا بهالحالة راح تبدي تفتك والبيشنت يصل إلى مراحل خطرة، وربما قد يجوز يديد هذا البيشنت. واضح؟ فإذا اختيار الدراج يصل إلى سايت أوف إنفكشن جدا مهم. example ثاني، مثلا patient عنده infection بالبون، يجب أن أختار we must select drug can reach to bone، يجب أن أختار drug يصل للبون، لأن البون هو بين infection بين مايكرو أورجانيزم، يجب أن أوصل الدراج للسايت، أضرب مباشرة على الهدف. واضح؟ الشيء الثاني ال patient's history. شنو فائدة البيشنت هيستوري؟ يعني أنت كطبيب تسمعها. مثلا من نشوف البيشنت، قد يكون هذا البيشنت عنده رينال امبيرمنت أو ليفر امبيرمنت، فيجب أنه أنطيه أنتبايتك، لأن الأنتبايتك إما ينطرح عن طريق الكدني أو عن طريق الرينال. إذا كانت الرينال أو الكدني عندها امبيرمنت، يعني بور فانكشن، فمعناها ما ينطرح هذا الأنتبايتك خارج الجسم، راح يصير بيه يتجمع accumulation. من يتجمع ممكن يسبب لك toxic effect، side effect، تأثيرات ضارة أخرى. أوكي؟ أو مثلاً patient بالهيستوري تجيك female، بالمستشفى تجيك مثلاً female، هذا female يجب أن من تأخذ الهيستوري مالها تسألها is pregnant or not، هل هي حامل أو غير حامل. إذا كانت حامل وخاصة بالفيرست ترايمستر يجب أنه ما أنطيها مثلاً التتراسايكلينز. ليش؟ التتراسايكلينز راح يعبر البلاسنتا يصل إلى الفيتاس، وهذا التتراسايكلين راح يسبب لنا أذية للفيتاس. هذا فيما بعد راح شو يسبب؟ يسبب ديسبليجيا للتيث، وأيضاً يسبب له انهبيشن للبون جروث. واضح؟ فهذه يعني نقاط جدا مهمة يجب أن أخذها بنظر الاعتبار. أيضا إذا أجتنا فيميل ممكن أن أسألها هل هي مرحلة إذا كانت عندها أطفال هل هي مرحلة اللاكتيشن؟ لأنه some mother تكون breast feeding mother، يعني أمهات مرضعات ترضع رضاعة طبيعية من صدرها ترضع البيبي. فإذا بعض الدراكس تعبر إلى البيبي، شلون تعبر؟ تاخذها الام وهي مرحله اللاكتيشن، تعبر للمامري جلاند، ومن المامري جلاند عن طريق البريست ميلك، عن طريق حليب الام، يعبر للبيبي وممكن يسبب له ضرر. So the choice of antibiotic in the absence of susceptibility data is depending on site of infection and patient history and we must select a broad spectrum antibiotic. العامل الثالث المؤثر على الميكروأورغانيزم هو determination of antimicrobial susceptibility of infective organism. نحدد حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية. antibacterial susceptibility أو antibacterial sensitivity نسوي بمعنى آخر. هذا شو وقت نسوي after pathogen is culture، بعد ما نسوي زرع للمايكرو أورجانيزم.
نسوي له susceptibility test أو antimicrobial susceptibility test. هذا it is very important and this give guide in choosing antimicrobial من susceptibility test نسوي number one Kirby power method هسه هم نحكي عليه بالعملي. This method to determine if the bacteria are sensitive or resistant to antibiotic. بعد ما سوينا culture للمايكروأورغانيزم أسوي كيربي باور أخذ كل الأنتيبيوتيك على شكل ديسك وسأشوفكم إياه بالعملي على شكل ديسك وأحطه على الكلتشر وأحطه بالإنكيبيشن وثاني يوم أو بعد يومين أجي أقرأ وأشوف البكتيريا حساسة من أقول البكتيريا it is the bacteria sensitive or resistant معناها البكتيريا حساسة or resistant مقاومة للأنتيبيوتيك. فإذا أشوف الحساسة أشوف يعني أنه المايكرو أورغانيزم ينقتل داير مداير الديسك أوف أنتيبيوتيك اللي وضعناه، فمعناها أنه هاي البكتيريا حساسة للأنتيبيوتيك أو أنه الأنتيبيوتيك جاي يشتغل against this type of bacteria. أو نشوف بعد البكتيريا نامية حول الانتيبيوتيك معناها هاي البكتيريا resistant to antibiotic مقاومة لهذا المضاد الحيوي أو إنه هذا أو بمعنى آخر إنه هذا المضاد الحيوي لا يعمل ضد هذا النوع من البكتيريا. فمن تجينا نتائج المختبر يذكر لنا أو المختبر المايكرو أورغانيزم ويذكر السنسيتيف تيست والريزيستنت سنسيتيف أنتيبيوتيك والريزيستنت أنتيبيوتيك. إحنا من نريد نجي نختار أنتيبيوتيك نختار من السنسيتيف أنتيبيوتيك حتى نطير البيشنت. Other test اللي هو minimum inhibitory concentration MIC abbreviation مالته MIC. What is the MIC? MIC is a minimum inhibitory concentration of the drug or the lowest concentration of the drug that inhibits bacterial growth. هو عبارة عن أقل تركيز من الدواء الذي يثبط نمو المايكرو أورغانيزم. أيضا من الـ MIC ممكن أن أحدد it is the antibiotic bacteriostatic or bactericidal. Bacteriostatic or bactericidal. ما معنى البكتيريوستاتيك وما معنى البكتيريسايدال؟ البكتيريوستاتيك معناه is the drug or antibiotic that inhibits growth and replication of bacteria. البكتيريوستاتيك هو الانتيبيوتيك اللي يثبط نمو البكتيريا ما يقتلها فقط يثبط نموها. البكتيريسايدال drug means is the drug that kill bacteria is the drug that kills bacteria هو ال drug or antibiotic اللي يقتل البكتيريا نهائي. عموم in general antibiotics or antimicrobial drugs إما تكون bacteriostatic or bactericidal القسم منها يكون bacteriostatic باللو دوز ويكون bactericidal in high dose. In this figure we show what is mean bacteriostatic and what is mean bactericidal in experiment in vitro. Experiment in vitro بتجربة خارج الجسم. اخذوا number of viable bacteria. ما معنى viable bacteria؟ بكتيريا حية. شنو معنى الحية؟ معناها تتكاثر. وضعوا هاي البكتيريا في ميديا without any addition no drug من no drug أسميها control حتى أقارن بيها. شافوا بعد فترة من الوقت بعد time حطوها بتركيز هم عددها محسوب 10^2 شافوا بعد فترة من الزمن صارت 10^3 ورا فترة من الزمن أيضا حسبوا شافوها 10^4 ورا فترة حسبوا عددها شافوها 10^5 بعدها أيضا حسبوا شافوها 10^6 العدد مالته معناها هاي شنو؟ كاثرة البكتيريا. شو وقت هذا؟ مع مرور الوقت without any addition drug هذا أسميه control.
تجربة ثانية سووا، أخذوا نفس هاي البكتيريا حطوها بميديا الكاونت مالت العدد 10^2، ورا فترة من الزمن قاسوا العدد إيش قد بيه مالته، كان 10^3 وصل. من صار العدد مالته 10^3 ضافوا لها دراج، مثلا ضافوا الكلورامفينيكول، هذا الانتيبايوتيك، ضافوا انتيبايوتيك دراج اللي هو كلورامفينيكول. بعد فترة من الزمن، بعد فترة من الزمن رجعوا سووا كاونت للبكتيريا، شافوا العدد مالتها بقى 10^3، ما زاد العدد بالمقارنة مع الكنترول اللي ما أضافوا أي درج. فشنو معناها؟ هذا سوى، ما هو ما قتل البكتيريا، البكتيريا لا زالت فايبل بس ما تكاثرت، بقت على 10^3. هذا أسميه هذا الأنتيبايوتيك بكتيريوستاتيك ايجنت، فقط ثبط النمو انهبيشن أو منع الجروث مالتها. التجربة الثالثة الانفترا خارج الجسم، أخذوا هاي البكتيريا حطوها في ميديا مناسبة لها، سووا الكاونت مالتها شقد كان 10^2. بعد فترة من الزمن، قاسوا الـ أو حسبوا العدد مالتها، شافوه صار 10^3 تكاثرت، إذن هي حية. ورا من حسبوا عددها 10^3 ضافوا لها انتيبايوتيك اللي هو مثلا البنسلين، بعد فترة من الزمن حسبوا عدد البكتيريا، شافوا أقل من 10^3، ورا فترة زمنية هم حسبوا شافوا أقل، هم بعد بدأ دا يقل، لاحظ الكيرف بدأ دا يقل، هذا الكيرف الأحمر الريد كلر أيضا دا يقل، بعد فترة من الزمن أيضا رجع أقل، هذا الكيرف الأحمر بعد فترة من الزمن أقل، وهكذا مع تقدم أو مع مرور الوقت العدد مال البكتيريا يقل الكاونت مالتها إلى أن يصل الصفر. فشنو معناها؟ صفر صار عدد البكتيريا، معناها هذا كيلينج، قتل البكتيريا. فإذا هو شنو هذا البنسلين؟ أكت أس بكتيريسايدل، قاتل للبكتيريا. هذا معنى البكتيريوستاتيك والبكتيريوسايدل إن فيترو. رابع فاكتور اللي هو العلاقة بالبيشنت وبالدراج. هسه لحد هنا احنا خلصنا العوامل المتعلقة بالمايكرو أورغانيزم، هسه نبتدي رقم 4 العوامل المتعلقة بالبيشنت، هذا متعلق بالبيشنت وبالدراج. احنا نعرف انه البلاد احنا شفنا هذا رقم 4 هو effect of the site of infection on therapy، تأثير السايت اوف انفكشن، هذا جدا مهم عندنا. احنا نعرف انه البلاد ترانسبورت، من الفانكشن مالت البلاد ترانسبورت الاكسجين، النيوتريانت، الهرمونز، السبستانسز بما فيها الدراج. فالبلاد ينقل الدراج للجسم وبالذات الى السايت اوف انفكشن. كيف ينقل البلاد هذا الدراج؟ احنا نعرف انه الفينس ينتهي بالكابيلاريز وهذه تروح ويا التشيو. الكابيلاريز يتكون من اندوثيليال سيل، يتكون الوول مالت الكابيلاريز من الاندوثيليال سيل، هذا اللي يروح بالماني تشيو. هذا شبيه هاب فينستريشنز اور اوبننجز، بيه فتحات، هذا الـ الوول مالت الكابيلاريز بفتحات او تشكل مثل الويندوز، مثل يعني فتحات مثل الشبابيك. هذه تساعد ذات allow most drug to penetrate، هذه الفتحات تساعد في دخول الدراج الى التشيو. هذا اسميه natural barriers، هذا one inch of capillaries in some tissues in shufa reach or delivery drug to the tissue. هذا نشوفه مثل هذا الناتشرال بارير، نشوفه بالبروستيت، ونشوفه بالفيتريوس بودي اوف ذا اي، وايضا نشوفه بالسي ان اس.
ايضا عندنا من البارير المهم جدا وسيمر علينا بهواي دراكس، اللي هو البلاد برين بارير. بلاد برين بارير بي 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 الابريفيشن مالته بلاد برين بارير. كيف يتكون البلاد برين بارير؟ هذا جدا مهم، حتى لما نحتاج الدراج يصل الى البرين يجب ان يسوي كروس يعبر البلاد برين بارير، يلا يقدر يعطي افكت على البرين. فمين يتكون البلاد برين بارير؟ البلاد برين بارير is formed by the single layer of cell like endothelial cell fused by tight injections that enter from the blood to the brain. هو عبارة عن فد single layer من الخلايا تشبه الاندوثيليال سيل و تايت انجكشنز، وهي اللي عن طريقة تعبر المواد من البلد إلى البرين. واضح؟ هذا البارير أسميه بلد برين بارير، من خلاله تعبر المواد من البلد إلى البرين. هنا أيضا سؤال يطرح نفسه، طيب إحنا بدنا نقول عبور المواد بما فيها الدراج من البلد إلى البرين، ما هي العوامل التي تؤثر على الـ penetration and concentration of antimicrobial agent or antibiotic in the cerebrospinal fluid؟ شنو العوامل اللي تحدد لنا عبور أو تركيز المضاد الحيوي حتى يعبر للـ cerebrospinal fluid through the blood-brain barrier؟ هي ثلاث عوامل مهمة. شنو هاي العوامل؟ هي ثلاث عوامل مهمة، ثلاث عوامل مهمة اللي هي lipid solubility of the drug أول واحد، الثاني molecular weight of the drug، وثالثا protein binding of the drug. أجي إلى أول عامل lipid solubility of the drug. The lipid solubility of the drug is a major determinate of its ability to penetrate into the brain. يعني lipid solubility of drug هو من العوامل المهمة التي تحدد البنتريشن مالت الدراج to the brain. مثلا for example quinolones هسه إن شاء الله quinolones ناخذها بالمحاضرات الجاية، هي من الأدوية lipid soluble. طالما هي من lipid soluble ممكن أنه تعبر through the blood brain barrier، لأنه إذا أخذته بالgeneral pharmacology الدراج اللي يعني اللي يكون water soluble ما يقدر يعبر مثلا للبرين through blood brain barrier. فالدراج اللي يكون lipid soluble can penetrate or reach to the brain through the blood brain barrier as quinolones. العامل الثاني molecular weight. كلما كان molecular weight low هذا يكون عبور الدراج to blood brain barrier easy سهل، لكن كلما يكون but the high molecular weight of the drug راح يخلي عبوره difficult or poor penetration. مثل poor penetration البانكومايسين، ليش؟ لأنه البانكومايسين high molecular weight. العامل الثالث protein binding of the drug. احنا نعرف انه الدراج من يصير له absorption reach to the circulation، يصير بالcirculation بالبلاد. فمن يصير بالبلاد الدراج يسوي binding with the plasma protein وبالذات مع الالبومين. فكلما كان الدراج high degree of protein binding بالسيرام هذا راح يقلل الانتري مالته to the cerebrospinal fluid. ليش؟ لانه الدراج مرتبط كأنه يصبح high molecular weight أو ما يصبح lipid soluble أو حتى البرير ما يعبره، لأنه الدراج ارتبط مع البروتين in serum. So the penetration of this drug is reduced. لحد الآن هنا كملنا العوامل اللي تأثر على المايكرو أورغانيزم وأيضا اللي أيضا متعلقة بالدراج وبالبيشنت. هسه نجي أيضا ناخذ عوامل متعلقة بيور بالبيشنت، بيشنت فاكتورز.
In selecting an antibiotic, attention to the condition of the patient, such as العوامل حتى نختار اختيار صحيح للأنتيبايوتيك ونعطيها للبيشنت as a treatment، يجب أن ناخذ بنظر الاعتبار عوامل مهمة متعلقة بالبيشنت. وهي شنو هذه العوامل؟ تقريبا هي 7 عوامل، اللي هي immune system of the patient, renal dysfunction, hepatic dysfunction, و poor perfusion, age of the patient, pregnancy and lactation. نجي للعامل الأول immune system. شنو البنفيت احنا من نذكر الاميون سيستم؟ المايكرو اورجانيزم من يصيب البادي، هي بمعنى آخر هي معركة بين البيشنت وبين المايكرو اورجانيزم. هذه المعركة من يحسم نهايتها؟ أو كيف ينتصر البيشنت على المايكرو اورجانيزم كعدو له؟ من خلال دفاعات الجسم. شنو هي الدفاعات؟ هو الاميون سيستم، الجهاز المناعي، شقد يدافع، إضافة إلى فعل الدراج اللي ينطيه الطبيب. من خلال الاميون سيستم والدراج راح يصير ديفينس مالت البيشنت اجينست للانمي اللي هو المايكرو اورجانيزم. فمثلا هنا عندنا elimination of infecting organism depend on the immune system، طرد المايكرو اورجانيزم او الدفاع عن الجسم يعتمد depending on immune system، يعتمد على الجهاز المناعي. فمثلا for example بحالة الديابيتس patient، diabetic patient، بحالة الالكوهوليزم، الاشخاص اللي يتناولون الكحولات، بحالات الناس اللي عندهم infections، هذه fed condition can affect the immunity of patients، ممكن هذه تؤثر على الـ immunity of patient، تقلل المناعة. فin this case we need high dose of bactericidal and long course of treatment to eliminate organism، نحتاج إلى جرعات عالية ويكون bactericidal هذا الـ antibiotic و long course حتى نقدر نقضي على المايكرو أورغانيزم. ليش؟ لأنه في هذه الحالة مثلا بالديابيتك يكون low immunity، فدفاعات الجسم قليلة، فنحتاج high dose of bactericidal and long course of antibiotic to eliminate organisms. Other factor related to patient renal dysfunction. Renal dysfunction or renal impairment. شنو معناه؟ معناه poor kidney function. Poor kidney function. هنا شنو علاقتنا بالكدني function؟ قسم من الدراج أو قسم من الأنتيبايوتيك من أو الأنتيمايكروبيا من نعطيها للبيشنت، الإكسكريشن مالتها يكون عن طريق الكدني. لما تكون الكدني poor function ما تقدر تطرح الانتيبايوتيك بشكل كامل من البادي. ايش راح يصير هنا؟ راح يصير accumulation، راح يبقى الانتيبايوتيك بالبادي، راح يصير له accumulation in the body، يتجمع بالبادي. من يصير accumulation راح يكون toxic وينطينا serious adverse effect، ينطينا تأثيرات جانبية ضارة أخرى. ففي هذه الحالة من يجينا patient، ليش ناخذ الهستير مالته؟ من يجينا بيشنت رينال ديسفانكشن راح شو نسوي احنا؟ ننطي الانتيبايوتيك، لكن ايش نحتاج هنا؟ وي نيد ادجستمنت تو ذا دوز، نعدل الدوز. شلون نقدر نعدل الدوز؟ نعدل الدوز انه ناخذ سيرم من البيشنت وندزه للمختبر يقيس لنا سيرم كرياتينين. سيرم كرياتينين ليفل هو يوز از اندكس فور رينال فانكشن، هذا يساعدنا بالادجستمنت اوف دراج ريجيمين، يساعدنا اما نحط ثيرابيوتيك دوز او شويه نقللها اعتمادا على سيرم كرياتينين ليفل اللي هو انديكيشن على رينال فانكشن. شنو معنى كلمه ريجيمين؟ ريجيمين هو مصطلح يعني ايش قد الدوز مالت الدواء، الانترفال بتوين دوزز، يعني هل الدواء يؤخذ مثلا مرتين باليوم او يؤخذ مره بالاسبوع او
أو 3 مرات أو وإيش قد البيريد أوف تريتمنت، هل أسبوع أسبوعين إلى آخره. هذا كله يعني الدراج والدوز مالته والانترفال بتوين دوزز والبيريد، هذا كله أسميه ريجيمينز. واضح؟ Also other fact related to patient hepatic dysfunction، أيضا عندنا قسم من الأنتيبايوتيك يصيرها eliminated by the liver، فمن الليفر يصير بحالة disease or dysfunction or impairment or poor function، فإحنا بننطي مثل هاي الأنتيبايوتيك لهذا البيشنت وهو عنده hepatic dysfunction، راح يصير accumulation of this antibiotic in the body and lead to adverse effect. فمثلاً عندنا for example الأرثروميسين are contraindicated in treating patient with liver disease or liver dysfunction. يعني الأرثروميسين ما أنطي بحالة الليفر ديزيز or liver impairment، لأن هذا ينطرح عن طريق الليفر، والليفر أصلاً مريض فيتجمع ممكن يسبب لنا سايد افكت. فهو الأرثروميسين بالليفر ديزيز يعتبر contraindicated. ما معنى contraindicated؟ هسه تمر علينا، دائماً معناها ما ننطي هذا الدراج، contraindicated محظور إعطائه. Also other factor poor perfusion. ما معنى البور بيرفيوجن؟ معناه decreased circulation to an anatomic area. Decreased circulation to an anatomic area. نعطي اكزامبل عليها، مثلا يجينا يعني المستشفى patient عنده هو diabetic patient وعنده infection باللور limb. من يصير انفكشن باللور لمب وهو دايبتيك راح يصير هنا بور بيرفيوجن، وصول الدم الى الليك بالدايبتيك راح يصير هنا بور. احنا قلنا قبل شويه الدراج يصل الى السايد انفكشن مالته او يصل يتوزع بالجسم عن طريق البلاد، فاذا البلاد الاماونت مالت البلاد يصير ريديوس، بالنتيجة النهاية أيضا يصير reduce the amount of antibiotic that reach to area of infection. فهذا يصير difficult in treatment، لأنه البلاد يوصل بور والبلاد هو اللي يحمل الدراج إلى site of infection. بالنتيجة النهائية أيضا راح يوصل كمية قليلة من الانتيبايتيك، فهذا يصير difficult في التريتمنت ونحتاج نطي long therapy. Long course of therapy. Other factor is very important related to age to the patient اللي هو الاج. Renal or hepatic elimination process are poorly developed in newborns, neonates lead to toxic effect. For example, chloramphenicol. بمعنى الايج جدا مهم، مثلا بالاعمار الصغيره بالنيوبورن بالنيونيت هذه ما نعطيها كلورامفينيكول. ليش؟ لانه هاي الاعمار الصغيره النيوبورن والنيونيت يكون الرينال والهيباتيك اليمنيشن بروسيس بور ديفلوب، ما متطوره، فمن اعطيها مثلا كلورامفينيكول هاي الاعمار راح ما تطرحها خارج الجسم بشكل صحيح. ما تطرحه خارج الجسم بشكل صحيح، وعليه راح يتجمع بالبدي وممكن يكون يعطينا توكسيك افكت. اذر فاكتور اللي هو بريجننسي. All antibiotics cross the placenta but the adverse effects to the fetus are rare except some antibiotics. مثل عندنا التتراسايكلينز، قلنا مثل ما حكينا قبل شوي وضحنا تجي بالكلينيك فيميل برجننسي نسألها، إذا تقول برجننت ما نعطيها تتراسايكلين. ليش؟ لأن التتراسايكلين كروس البلاسنتا يأثر على الفيتس وممكن فيما بعد يسبب له tooth dysplasia and inhibition of bone growth. Other factor اللي هو أيضا مهم lactation. Drugs administrated to a lactating mother
may enter to infant by the breast milk. يعني إذا البيشنت هي فيميل تجي مرحلة اللاكتيشن، مرحلة الرضاعة، وهذه المذر هي breast feeding mother ترضع رضاعة طبيعية من صدرها للبيبي، فمن خلال مرحلة اللاكتيشن من تاخذ أنتيبيوتيك ممكن الأنتيبيوتيك يصل للبيبي عن طريق البريست ميلك، يعني يروح من تاخذ الأم ويروح ينفرز عن طريق الماماري جلاند وعن طريقه من خلال البريست ميلك يصل إلى البيبي، ممكن يسبب له أذى. لهنا خلصنا العوامل المتعلقة بالبيشنت. أيضا عندنا عاملين أخرى متعلقة بالدراج. Safety of the agent، سادس عامل اللي هو safety of the agent. Many of the antibiotics such as the penicillins are among the least toxic of all drugs because they interfere with the site uniquely to the growth of microorganism. عندنا كلمة السيفتي هي كلمة كبيرة وخطيرة في بالفارماكولوجي وبالتريتمنت، لكن الانتيبايوتيك عموما يعني تنطينا درجة من السيفتي. مثلا عندنا البنسلين اكزامبل هو ليس توكسيك دراج. ليش هو ليس توكسيك دراج؟ لان هو يتداخل مع الجروث مالت المايكرو اورجانيزم، يعني يشتغل على السيل وول مالت المايكرو اورجانيزم نفسه، ما ياثر على التشيو بادي مالت البيشنت. فمعظم الشغل مالته يكون على السيل وول اوف مايكرو اورجانيزم. Other factor related to أيضا الدراج cost of therapy، كلفة العلاج. Often several drugs may show similar efficacy in treating an infection but vary widely in cost. أكو أن some drugs هي similar efficacy but vary in cost، هي نفس التأثير العلاجي لكن كلفة تختلف. ليش مثلا؟ لأنه عدة شركات دوائية، مثلا شركات إنجليزية، ألمانية، فرنسية، أمريكية، إماراتية، هندية، أو حتى شركة سامراء. فهذه الشركات الدوائية تختلف باختلاف مصانعها، بلدانها، كلفة التصنيع، الاستيراد، يعني الدراج من الخارج ممكن يكون أغلى من الداخل، فهذا كله يكون كوست، يعني كوستي هذا. فهنا إذا مثلا يعني إدراك من نجي نختار الإدراك للبيشنت يجب أن نختار الكوست المناسب للبيشنت اللي يناسب البيشنت. لحد هنا كملنا كل العوامل المؤثرة على المؤثرة على المايكرو أورجانيزم وعلى البيشنت وعلى الإدراك، اللي بالنتيجة النهائية نستطيع أن نختار الانتيبايوتيك أو الانتيمايكروبيال دراجز الصحيح في علاج البيشنت. نجي إلى classification of antimicrobial agents. Antimicrobial drugs can be classified in a number of ways. One of these is classified according to the mechanism of action. بمعنى أن عدة طرق في تصنيف المايكرو أورجانيزم إلى مجاميع، لكن most common way هذا الكلاسيفيكيشن يكون according to the mechanism of action، اعتمادا على ميكانيكية عملها. لهذا نقسمها according to the mechanism of action إلى 4 groups اللي هي cell wall inhibitor antimicrobial drugs، protein synthesis inhibitors، fluoroquinolones or DNA gyrase inhibitors، وايضا نقسمها الى وايضا folic acid antagonist اللي تشمل ان سلفونامايد اند ترايمثبريم. ان شاء الله بالمحاضرات الجايه ناخذ كل مجموعه ونبدي نفصل بيها بشكل اكثر. شكرا جزيلا.